لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، كلما عجز أكثر الأطباء عن التشخيص الصائب للمرض ادعوا بأنه مرض الأعصاب، لينقلوا كاهل المريض بقناطير العقاقير وأطنان الحبوب التي جلها أو كلها من فصيلة المخدرات التي تضر ولا تنفع، يظل متناولها نائما ويبيت نائما ولا يفيد شيئا ولا ينتفع منه أكل ونوم، ارتخاء في سائر الأعضاء وثقل في الكلام. انتشرت أمراض المس الشيطاني حتى لم يكن ينجو منها إلا أقل من القليل بسبب ضعف الإيمان والجراء على انتهاك حرمات الرحمن، ولكن الله كما كان ولم يزل رحيما بخلقه متفضلا على عباده، أيقظ همم المخلصين من عباده جماعة من الإخوة الرقاة لما رأوا ما فعل بهم عدوه من ذرية إبليس الخسيس من التخبط الذي نغص به عليهم حياتهم ودينهم، فأشهروا في وجهه السلاح الرباني والعتاد الرحماني، مستعينين بربهم في خوض هذه الحرب الضروس التي لا هوادة فيها من الطرفين والتي أجلب فيها عليهم عدوهم بما ذكر ربنا سبحانه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والسلاح بيد المسلم، ولكن وللأسف الشديد أغفله حينا وأساء استعماله حينا آخر، فسرعه العدو وجثم على قلبه وهو القائل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب، فقام هؤلاء النفر الطيبون عن الرقاة، نحسبهم كذلك والله حسيبه، فقاموا لنصرة إخوانهم المغلوب على أمرهم امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فبعثوا روح التجديد في الرقية بعد أن دست معالمها بعامل الجهل وسيطرة المشعوذين الدجالين على الموقف، وصار الناس بعد ذلك يتحدثون عن الرقية الشرعية وعن الرقاة الشرعيين بعد رحلتهم الضائعة في طريق الدجل والخرافة والشيطنة،
واستبشر الناس خيرا بعد أن لمسوا خيرها وداقوا بركتها، ودوي الخناق على الدجالين والبطالين، وفتح على شياطين الجن جبهة من الحرب لا قبل لهم بها، ولا بد وكما هي سنة الله في الحق والباطل من إعلان الحرب على الرقاة باسم الدين، ولدعوى الخوف عليهم من ابتداء المبتدعين. فظهر في زي المدافع عن حرمة الرقية ثلة من المشاغبين الذين لم يحكموا من قواعد الشرع شيئا، ولا من ظواهره نزلا، فشنعوا واتهموا بمجرد أن هذا الراقي أتى بشيء لا عهد لهم به، وسعوا بالمشاهدة به لدى بعض فضلاء من أهل العلم لتشويه سمعته وتسفيه رقيته والتشكيل في منهجه، حتى لو لم يرد في الشرع ما يدفعها ولا في الواقع ما ينكرها كالقراءة في الماء وأخذ الأجر على الرقية وتخصيص بعض وقت للرقية واعتماد التجربة فيها ووضع القدم على المزروع أو البخور بحلال النبات وظاهره. إلى غير ذلك مما حاول المغردون التشغيب به على الرقية الشرعية. طيب، لقد حاولوا التشغيب به على الرقية الشرعية والرقاة الشرعيين الموفقين المبرزين بإذن ربهم الكريم، وسأتطرق بالحجة والبرهان بعيدا عن الفوضى الكلامية والاندفاعات الخاوية والمهاترات الغوغائية، وسنعرف أيضا بأن هؤلاء المشاغبين البعداء عن العلم قد أنكروا الوارد المؤيد بالدليل أو الوارد المؤيد بالدليل، وأنكروا ما الأصل فيه الإباحة، وقد ظهر أن منشأ تشغيلهم هذا نابع عن الجهل الفظيع بأصل عظيم، وهو الأصل في العلاج الإباحة إلا ما قام الدليل على منعه فهو ممنوع، إذ جعلوا الأمر مقلوبا، وهو أن الأصل عندهم في العلاج المنع حتى يرد الدليل بالجواز، مما استنتجوا منه قولهم أو مما استنتجوا منه قولهم أن السلف لم يفعلوه أو أن بعض المشاهدين يفعلونه أو أن الناس في حاجة إلى الدعوة لا إلى رقية، أو أن إنفاق الوقت في طلب العلم أولى من إنفاقه في الرقية، إلى غير ذلك من التعليلات العديدة والتي تتبع من جهل فادح عن دور الرقية في ميزان العمل الإسلامي والإنساني.